صار لهم 16 سنه كل شيء ما سووا، لا بنوا لا عمروا ولا سووا ولا هاي، حتى حرام هاي. وهم جايين دا يقولون يا ثارات الحسين يا ثارات الحسين، الحسين ما يقبل بالظلم، ما يقبل بالجوع. انتم اذا تصلون وتخافون الله ديروا بالكم على الشعب هذا، مو بس جايين تدورون كراسي وفلوس وهاي وعايشين بالخارج وعايفين هاي العالم المساكين، الله ما يقبل. شو يالي يصير بالحكومة؟ فلوس استيراد تصدير شركات، سويت الحكومة شنو سويته؟ لا داخلية سوى شيء، لا حكومة سوى شيء، زين لا أمان، زين تهجم على البيوت، ضرب البيوت، ضرب العالم، يا تجي هددك، يا تجي لك أنا من الميليشيات، يا تجي لك أنا فلان حاجة، زين إحنا نريد شيء. هاي العالم هاي الشباب المن، هاي الشهداء اللي انطيناها إحنا، الشهداء راحت المن، الشهداء اللي انطيناها والحاربة والجاهدة، زين على مو شعب العراق، حماة العراق هذولا قاعدين يسمعوني، قاعدين ياكلون فلوس ونايمين ومرتاحين. سنة مطلوبين 132 مليار دولار المن، الشعب صرفها، الشعب شعليه، هم ياكلون كعكة الكبرى وقاسيه بنص بيناتهم، كل من هاي حصري حصري. الانتخابات كلاوات، الانتخابات من هسه، من هسه امريكا فرضت على العراق، من هسه الشريف لا ينتخب، الشريف لا ينتخب، ما هو طول امريكا واسرائيل موجوده، هم النايران بصفحه، الشعب كله دمر وتبذل، تعبع الفقر اللي عندنا ببلدنا، تعبع ناس جدي، ناس ما عندها معاناه، عندنا بقد الله بقد ما عندنا، من وين الحال؟ المن نلزم؟ المن نلزم؟ يا حزب بالعراق شريف نلزمه؟ يقول انا شريف اخدم هذا البلد وهذا الشعب دي يعاني، الفقير جوعان، الفقير عطشان، مي ماكو، زرع ماكو، مين نجيب على العالم؟ مين نجيب هاي الناس؟ مين نجيب؟ هاي طبقة فقيرة استعقت بلدنا، مين نجيبها؟ مين نجيب؟ كلها تبوك، الصفرة هاي السونر، هاي لا لا، السونر هاي لا لا لا، إذا ما توسع يا سيارة كي تطب ممنوع، على شنو من المدروف؟ زين هاي الناس الأبناء تكتلت، منو سبب من؟ هاي الناس الآن تكتلت، هاي الانفجارات صارت، منو سببها؟ منو سببها؟ عرفت منو سببها؟ من يدافع على العراق؟ هذا العراق بدافع عليه. اريد واحد يطلع يدافع على العراق على هذا البلد يدافع عليه، هذا الشعب مسكين انظلم. احنا من 2003 لسه مظلومين. يا يدافع علينا يا يدافع علينا. يا تخلي مصاب ها؟ ياكل ماكو.